مستعدة؟ جدا واثقة من نفسك قوي طول عمري. هنشوف الثقة دي هتودينا لفين. نبدأ؟ نبدأ. أول فيديو. كيف أخبار بنتك؟ المفروض إنه رح تتجوز صح؟ هتتجوز أكيد، هي مخطوبة دلوقتي. هي مخطوبة بقالها أكتر من سنة تقريباً، هي لسه مخطوبة ما زالت؟ لسه مخطوبة. طيب سؤال، ليه بنت عمرو دياب وشيرين رضا تبقى خطوبتها فرداني وبطولها ومن غير حضور والدها ووالدتها اللي هم من أشهر الفنانين والعالم العربي كله بيعرفهم؟ علشان هي ما اتخطبتش الخطوبة اللي احنا عارفينها هنا توم تك 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 وحفلة وزيطة وعم عزيم. هي اتخطبت بطريقة تانية. اللي هي ايه الطريقة التانية؟ كانت بتعمل فوتوشوت و خطيبها. قصدك طريقة بسيطة؟ جدا. هو عالضيق؟ لا مفيش ضيق. هو فاجئها؟ هو فاجئها. هي كانت بتعمل فوتوشوت ولفت لقيته على ركبته وقدم لها خاتم. هي دي الخطوة. وبعد كده بقى مفيش عملوا حفلة ولا خطوبة ولا حاجة؟ لا. ما حبيتيش انك تعملي كده؟ لا، انا ما اقدرش اتدخل. يعني هي ما طلبوا، يعني هو ما طلبش إلا منك ولا من عمرو دياب؟ هو هما بيفكروا بطريقة تانية. يعني احنا وقت ما احنا اتخطبنا، وقت ما احنا اتجوزنا، كانت يعني بتعتبر ان ده قرارها هي، مش عايزه تاخد راي حد. من العقليه بتاعت الشباب دي بالظبط، هم اللي قرروا هم عاوزين يعملوا ايه. طب ده زعلك ولا ما زعلكيش؟ لا فرحني طبعا. فرحت ليه؟ علشان انا كل امنيه حياتي ان هي تبقى سعيده بالطريقه اللي هي عاوزاها، مش بالطريقه اللي انا عاوزاها. سنها الصغير ده ما ضايقكيش انها تتخطب في هذا السن الصغير؟ انا اتجوزت. انت قلتي كده قبل كده. انا قلت ان انا عاوزاها تعمل اللي هي عاوزاه، اللي هي نفسها فيه. تتجوز او ما تتجوزش دي حاجه ترجع لها هي، مش انا اللي هقدر اقرر لها. بس ما نحبش ولادنا يخطئوا اخطائنا. يعني البدري ده انا بحس يعني انه مش من مصلحه الاولاد. انا عندي اولاد انا كمان وفي السن برضو نور، بس البدري ده بيبقى مش من مصلحتهم. ما هي لسه مخطوبه بس. طيب انا اعرف بنات كتير بتسافر وتدرس بره. انت بعد ما نور خلصت دراسه كملت انها تعيش في لندن، ده ما ضايقكيش؟ لا. طب انت من جواكي حاسه ان ده ابجريد ولا داون جريد ليها؟ لا ابجريد ليها. نور ازاي؟ اشرحي لي. نور شخصيه مش زي بقيه البنات، عاوزه تلبس وتوري وتعرف ناس وهيصه وزمبليطه. هي مش كده. هي فكره ان ابوها وامها الاثنين معروفين ومشهورين، هي تايهه في وسطنا. فهي بالنسبة لها وهي عايشة برة، هي لقت نفسها إنه الناس بتعرفها عشان هي نور، الناس بتحبها عشان هي نور، مش عشان هي بنت شيرين ولا هي بنت. بس هي بتحب الشهرة برضو لأنها اختارت إنها تبقى بلوجر. هي بلوجر دي كانت حاجة قليلة في حياتها، مش إن هي كملت. لا بس فيها. عندي فيها الحقيقة تعليق. يعني طبعا هي بتاخد مقابل في إنها تكون إنفلونسر بلوجر. يعني بنت عمرو دياب أغنى وأغلى مطرب في العالم بتعتمد على نفسها، وده هل يعني إن هو ما بيساعدهاش؟ أنا عايزة الحقيقة، عايزة يكون عندك الشجاعة إنك ترد. هي مش بلوجر، نور بتشتغل سوشيال. هي كاتبة على نفسها كده؟ لا، هي كاتبة في البايو بتاعها في انستجرام. بس هي سوشيال ميديا وماركتينج مانجر بتاعت شركة. فهي البلوجينج ده حاجة بتعملها على بتبيع ايه؟ لبس؟ لا لا خالص. لا لا، دي شركة عندها مطاعم في انجلترا كلها.
فهي السوشيال ميديا وماركتنج مانجر في الشركة دي. فهي البلوجينج يعني ما شفتش ده في الأكاونت بتاعها؟ ما هي ما بتوريش بقى الحاجة الأكاونت بتاعها عشان توري هدومها وحاجاتها. أوكي، بس برضو هرجع للحتة التانية، إنه معلش يعني هل والدها بيصرف عليها ولا هي بتعتمد على نفسها وهي في عشتها في لندن؟ هي بتعتمد على نفسها. من إمتى؟ 5 سنين 6 سنين. من بعد ما خلصت دراسة؟ من بعد ما خلصت. مين كان بيصرف عليها في دراستها؟ بابا وأنا. أنتوا الاثنين؟ خلصت الماسترز بتاعتها وخلاص لازم تشتغل. ده قرار منكم أنتم الاثنين؟ أيوه. يعني أنا شايفة إنه أنا شفت ناس كتير قوي في حياتي الفلوس دمرت مستقبلهم. ده صحيح. فأنا ما كناش عاوزين إن بنتنا يحصل لها نفس الحكاية، تتدلع وتاخد فلوس وتعمل اللي هي عاوزاه. أنا بشوف إن ده بيضر، ما بينفعش. الفلوس موجودة، هي مش محرومة من الفلوس، بس الاعتماد على النفس والشغل، وإن هي تاخد 1000 جنيه والألف جنيه دول لازم تعيش بيهم وتاكل بيهم وتشتري بيهم. تبقى انت بندنت يعني معتمدة على نفسها في كل حاجة، تتحمل مسؤولية نفسها. مين اللي خد القرار ده، انت ولا عمر؟ في الأول كان عمر. طب بيعمل كده مع أولاده التانيين؟ أنا معرفش معرفش. انت جريئة. ايوه جريئه، بس انا ما اعرفش هو بيعمل ايه مع اولادي. مفيش فكره؟ لا لا خالص. انا ما احبش اقارن بنتي بحد، يعني كل طفل ليه شخصيه، كل طفل ليه معامله. طب وهي مش بتقارن نفسها باخواتها؟ لا. ازاي يا شيرين؟ عشان هي مبسوطه كده. هي نور من وهي صغيره انا علمتها ان الفلوس مش كل حاجه، ان الفلوس دي عشان اشتري ده عشان اشتري ده، بس لازم نعتمد على حاجات تانية في حياتنا. بلاش الفلوس دلوقتي. انا شفت قبل كده كذا مره ولاد عمرو دياب طالعين معاه على المسرح، طالعين معاه في عيد ميلاد، طالعين معاه في حفله. بحياتي ما شفتش نور طالعه مع ابوها. ليه؟ اشمعنى؟ معرفش، يعني يمكن هي علشان هي عايشة في لندن وهما بيطلعوا معاه في حفلات هنا في مصر، هي ما بتكونش في مصر. لا بس هما طلعوا برضو بره مصر، طلعوا في دبي، طلعوا مش عارف ما هي ما راحتش، يعني هي ما كانتش موجودة في الحفلات. انتي مقتنعة بالإجابة دي؟ والله هي ما كانتش موجودة، يعني هما بيسافروا معاه. مفيش ولا مرة من ساعة ما خلصت دراستها ومن قبل ما تبدأ دراستها وهي تجمعها صورة بوالدها أو فيديو؟ لا هي أكيد عندها صور. يعني أنت دلوقتي فتحتي عينيا لحاجة أنا ما كنتش واخدة بالي منها.